نحييكم أجمل تحية من استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، حيث تحتضن مباراة الإياب بين فريقي الفيصلي الأردني وفريق تامبنيس روفرز السنغافوري. هذه المباراة التي تجري كما ذكرت في هذه الليلة الرمضانية، ونحن معكم على الهواء مباشرة. مباراة الليلة هي مباراة الإياب بين الفريقين، وكان فريق النادي الفيصلي قد فاز في سنغافورة على فريق تامبنيس السنغافوري روفرز بهدفين مقابل هدف واحد. لنتعرف مباشرة على فرسان فريق النادي الفيصلي لحراسة المرمى لؤي العماير، وفي الدفاع أربعة مدافعين: محمد خميس رقم 7، محمد منير رقم 3، حاتم عقل رقم أيضا 17، وحيدر عبد الأمير المحترف العراقي رقم 4، هيثم شبول رقم 14، بهاء عبد الرحمن رقم 8، قصي أبو علي رقم 13 و12، حسون الشيخ في الوسط، ويعتمد على المهاجمين سراج التل رقم 27 ومؤيد أبو كشك. هذه محاولة، الله أول أهداف المباراة في أول دقيقة من بداية الشوط الأول. على أي حال، ما زلت أقول بأن هذا هو اللقاء الرابع الذي يجمع بين الفريقين على صعيد كأس الاتحاد الأسيوي، وهذا حسون الشيخ، والتسديد إنما بعيدة بعيدة من لاعب الوسط حسون الشيخ. حسون الشيخ إذا يفوت هذه الفرصة الرائعة والجميلة، ويلعب في الدفاع محمد منير، حاتم عقل في قلب الدفاع، وحيدر عبد الأمير يواجهه في منطقة أيضا. وكرة مرة ثانية ومحاولة لمصلحة فريق النادي الفيصلي على طول من حسون، والتسديد من بعيد لحيدر عبد الأمير، ومتابعة ومتابعة كانت لسراج التل، إنما حارس المرمى ريزال. الوقت طويل، وفريق النادي الفيصلي صاحب المهمات الصعبة، صاحب المهمات المستحيلة، وهو يحمل اللقب كما ذكرت لمرتين على التوالي، ويحاول أن يحافظ على اللقب من جديد. كرة مقطوعة تتحول مباشرة لمصلحة حيدر عبد الأمير في قطع ناجح ومحاولة، ونتحول من جديد إلى مؤيد أبو كشك، على طول كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن أيضا القطع، وتتحول إلى ركنية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ولكنه تأهل إلى الدور قبل النهائي بفوزه بخمسة أهداف في مباراة الرد والمعارة. ومباشرة يا محاولة فنية رائعة، ولكن هناك في صافرة من الحكم البنغالي على طول. شوف هذه المحاولة، شوف هذه المحاولة، إذا كان هناك يمكن يكون إذا ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب، عفوا مصلحة النادي. مقطوعة، إذا بدأ فريق النادي الفيصلي يبدو أن هناك صحوة، في هناك نوع من التشك اللي حاول فريق النادي الفيصلي من خلال هذا الهدف أن يكون أكثر يقظة، وأن لا ينظر حقيقة إلى الهدف السريع والملعوب. مرة ثانية كرة من الشبول داخل منطقة الجزاء، ومحاولة، لكن على طول تتحول مباشرة لمصلحة فريق النادي الفيصلي داخل منطقة الجزاء. محاولة محمد خميس، والتسديد من بعيد، والدفاع في الصد، ويبدو أن يعني صد في. نتحول مرة ثانية إلى اللاعب نوح علم شاء، ومرة ثانية في الوسط تتحول مباشرة لمصلحة تامبني، والكرة من جديد لمصلحة أوليفيرا. أوليفيرا داخل منطقة الجزاء، يا مش معقول، مش معقول يا النادي الفيصلي في هذه الأمسية. الهدف الثاني في الدوام، شوف 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 أوليفيرا، شوف أوليفيرا في هذه المحاولة الفردية، في هذا التصدي، في هذا التسديد، هدفين سريعات. ماذا ستفعل يا فريق النادي الفيصلي؟ ماذا يكون موقفك يا فريق النادي الفيصلي؟ بطولة درع الاتحاد أيضا خمس مرات، وأيضا بطولة كأس الأردن 12 مرة. إذا مرة ثانية ومحاولة أخرى، محاولة أخرى لفريق تامبني. أيضا في بطولة 2005 التقى كما ذكرنا مع فريق النادي الفيصلي في دور الثمانية بنفس تقريبا هذا الدور، وهو المرة الثانية الذي يلتقي الفريقان في دور الثمانية، وكان الفوز أيضا من نصيب فريق النادي الفيصلي في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء، وفي مباراة الإياب كذلك بهدف مقابل لا شيء. مؤيد أبو كشك، على طول قصي أبو علي، قصي أبو علي داخل منطقة سراج التل، ومحاولة أخرى لمهيثم، والتسديد محمد خميس، ومرة ثانية حجر، الله 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 الله
هناك يعني خلينا نقول بشيء من الصراحة فريق تامبينس يحاول ايضا الرجوع بسرعة كبيرة وايضا يستغل وما يدامو كجيك داخل منطقة الجزاء محاولة لا 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 الاكثر ضغط الاكثر لعب يعني يلعب في ملعب الخصم باستمرار باستثناء يمكن اربع او خمس هجمات خمس وصولات منهم كان اثنين الهدفين لمصلحة تامبينس كرة داخل منطقة الجزاء ومحاولة رائعة ومحاولة رائعة لسراج وحارس المرمى اليوم عبارة عن مارد في هذا المرمى واللعب والمحاصرة لفريق تامبينس في ملعبه في منطقة جزائه ولكن ايش؟ ما فيش هناك اهداف ما في هناك اهداف نهائيا حتى الان لفريق النادي الفيصلي مؤيد ابو كشك يجب ان يغير هذا الاسلوب وان يخرج من هذا الطوق اللي عم بيفرضه ايضا فريق تامبينس من خلال الرقابة الكبيرة اللي يفرض لانه كان يعني لاعب كبير في مباراة الذهاب مرة ثانية داخل منطقة الجزاء محاولة الى مؤيد وعلى طول على طول والكرة بالدرب الله 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 يا مش معقول مش معقول يا اولاد مش معقول يا اولاد مش معقول مش معقول على هذا الكلام مش معقول ضربة حرة مباشرة ونشوف حسوني ومنشوف ايضا الشبول ونشوف حاتم والتسديد الله الله حيدر عبد الامير من جديد وفريق تامبينس للامان يتحرك بنجاح مع الكره مع توجه الكره مع مكان وجود الكره والكره مع بهاء ومنروح من بهاء ويمر بهاء من اوليفيرا والكره من جديد تتحول مباشره لمصلحه فريق النادي الفيصلي محمد زويل داخل منطقة الجزاء وقلنا مرة ثانية ومحاولة كبيرة في حسون أول أهداف المباراة لمصلحة فريق النادي الفيصلي عن طريق اللاعب هيثم الشبول في الدقيقة 35 من أهداف الشوط الأول ليخلص الفارق الى هدف بواقع هدفين لفريق تامبينس مقابل هدف واحد لفريق النادي الفيصلي اشار بان يكون على الاقل في الشوط الاول هدف والان ننظر الى التعادل في ظل هذا الضغط في ظل هذا الوصول في الجمهور يتحرك والشعله تضيء وايضا الهتاف يعلو في المدرجات وحلاوه من حسونه والتكمله الرائعه لهذا اللاعب هيثم الشبول عدنان حمد اللعب فيصلاوي في هذه المباراة على طول مؤيد أبو كشك نمر من جديد في الجانب الأيسر وتتحول إلى سراج ومؤيد في التسديد الله يا مؤيد الله والكرة بدلت فيها رائحة الخطورة وشبول من جديد يحاول ولكن تسديدة ضعيفة تمر أفضل فرصة حتى الآن لفريق النادي الفيصلي في هذه التسديدة لمؤيد أبو كشك نتحول في هذا التماس لمصلحة فريق النادي الفيصلي وسراج التل اليوم من هذه المباراة الكبيرة الذي يلعبها فريق النادي الفيصلي رغم تأخره بهدفين مقابل هدف وقصي نتحول مباشرة إلى أبو كشك وداخل منطقة الجزاء الله مؤيد أبو كشك في هذا التسديد الرائع وكانت هناك المتابعة الكبيرة في الجانب الدفاعي وكذلك المهاجم داخل منطقة الجزاء شوف اللي توقعناه فريق النادي الفيصلي كان يتأخر بهدفين وقلنا الأقرب كثير أن يحقق التعادل شوف في الزاوية العليا الزاوية اليسرى
نقطة التقاء القائم بالعارضة. هذه الكرة التي يضعها مؤيد أب. فرصة كبيرة، فرصة كبيرة ورائعة أمام فريق النادي الفيصلي، أمام فريق النادي الفيصلي وهيثم الشبول. هيثم الشبول بيعكس كرة في منتهى الروعة إلى حيدر عبد الأمير. يحقق الهدف الثالث في الدقيقة حوالي 44 من أحداث الشوط الأول من المباراة، ليعود ويفرح المدرجات والجماهير في هذه الصيحات وفي هذه الأهازيج الليلة، وتتوج فريق نادي الفيصلي بهذا التقدم المثير، ليقلب تأخره بهدفين مقابل لا شيء إلى تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والكرة من جديد تتحول مباشرة في الأمام. وهكذا سيداتي وسادتي يطلق الحكم البنغالي طيب حسام صافرة معلن عن نهاية الشوط الأول من هذه البطولة. مرة ثانية والتسديد المباشر النموي في الشوط الأول كان، وماذا سيكون في الشوط الثاني عندما نقول بأنه يجب ألا يغامر وألا يستهتر بالواجب الدفاعي. شوف 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 عملية الدفاع وعملية الاسترخاء، عملية النظر للنزعة الهجومية أكثر. ولكن نقول لحارس المرمى لؤي سلامات اللي خرج في التوقيت المناسب، وكذلك أيضا النشاط لدى المهاجم على ما أعتقد اللاعب نوع عالم شاه. كرة لمصلحة فريق تامر على طول في الركن الأيسر، ومرة ثانية نوع عالم شاه، والكرة من جديد مقطوعة. نتحول من جديد في هذه الكرة لمصلحة فريق تامز، لكن التمرير غير دقيق، تنتهي مباشرة عند حاتم عقل. على طول الكرة في الواجهة إلى حيدر عبد الأمير. حيدر عبد الأمير اللاعب المعترف العراقي، والتمرير لحسوني. حسوني في هذه التسديدة الرائعة، ولكن كان ممكن يكون التسرب احسن وافضل، وايضا يكون النتاج او نتاج هذا المفعول هذا الاداء. شوف حسون الشيخ بعدما اكل الاخضر واليابس في التسديد، وكذلك شيخ الانديه من خلال عراقته في التاسيس عام 1932. وفرصه كبيره وخطره لمصلحه فريق تامز عن طريق اللاعب المحترف حقيقه، او اللاعب الفذ نوح عالم شاه. على طول الكرة تمر من جديد لمصلحة اللاعب زول، والكرة مرة ثانية في منتهى الخطورة للاعب نوح عالم شاه. نوح عالم شاه بيرفع كرة داخل الكرة، لا 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 لا، لكن وين؟ ضربة حرة مباشرة، وقصي أبو عالية في التنفيذ. ضربة حرة مباشرة على طول داخل منطقة الجزاء، محاولة كبيرة لو لمست رأس سراج التل. والكرة مرة ثانية لمصلحة فريق النادي الفيصلي. على طول الكرة من جديد لمصلحة الفيصلي نمر، ومرة ثانية شبول وداخل منطقة الجزاء، ومحاولة حسوني والتسديد. الله على هذا التسديد الرائع. والخطورة ما زالت قائمة لمؤيد أبو كشك. مؤيد أبو كشك والمرور داخل منطقة الجزاء، والمحاولة ما زالت قائمة. ومرة ثانية حسون الشيخ من جديد بيرفع كرة، لا بمرر كرة في الطرف الأيسر، ومحاولة لمصلحة فريق النادي الفيصلي. على طول حسون الشيخ مرة ثانية في هذا التسديد، ومرة ثانية والمحاولة ما زالت قائمة. على طول حيدر والتسديد إلى حيدر، والمحاولة لسراج بمر الكرة من جديد، ومرة ثانية للفيصلي، لكن قطع وفي التماس للفيصلي، بتروح الكرة لحاتم، وكرة على طول إلى سراج، وسراج بيحاول لوحده، وسراج بمر، لا 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 لا. يحقق الهدف الرابع، سراج التل في محاولة فردية رائعة. شوف عملية الانقضاض،
عملية التهيئة وعملية التسديد، التسديد في أقل من 15 ثواني لسراج التل. في هذا التقدير، في هذا التصور، في هذه التهيئة داخل منطقة الجزاء، 4 أهداف لمصلحة فريق النادي الفيصلي. شوف 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 شوف، هذا هو سراج، سراج سراج، شوف شوف شوف، 3 مدافعين وحارس المرمى ليضعها أيضا في المكان السليم في الزاوية السليمة. والهدف الثاني لسراج والهدف الثالث لسراج في مجموعة المباراتين، ومرة ثانية مؤيد أبو كشك. إذا هدفين، هدفين لمؤيد وهدفين لسراج من أصل 5 أهداف في المباراتين. والكرة الله يا سراج، الله يا سراج، الله، اليوم يومك يا سراج، تعود إلى الواجهة يا سراج. سراج يحاول أن يعود للواجهة. شوف 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 شوف، هذا سراج، الشعلة، الشعلة النارية سراج التل، الشعلة النارية سراج التل. في المباراة الماضية كان مؤيد أبو كشك، وفي مباراة اليوم سراج التل، سراج التل. هناك هدفين وهون 4 6 أهداف، هدفين لسراج التل، 3 أهداف لسراج التل، وكذلك أيضا هدفين لمؤيد أبو كشك، وهدف لإشبول. إشبول مرة ثانية، سراج في هذه الشعلة، في هذا التوجه، في هذا التألق، في هذه المتابعة، في هذه المتابعة لسراج التل لمصلحة فريق النادي الفيصلي. مش معقول على هذا الأداء لهذا اللاعب سراج التل الذي يخرج من عرينه من جديد، وأشاهده لأول مرة بأنه يلعب بالفعل كمهاجم يقتنص وقناص، كمهاجم يأخذ وكرة، وكرة لمقطعة فريق النادي الفيصلي. جو 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 قصي أبو عالية يقدم فريق النادي الفيصلي بخمسة أهداف في هذا الفيصلاوي، الفيصلاوي الموج الأزرق حقيقة، يغرد ب5 أهداف ويقلب تأخره بهدفين مقابل لا شيء. إذن سيكون الآن محمد زهير المدافع في صفوف فريق النادي الفيصلي، وكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة بعيدة تتحول مباشرة لمصلحة فريق تامن. إذا خروج حاتم عقل رقم 17 ويدخل مكانه محمد زهير مدافع، محمد زهير رقم 20 سيكون مكان حاتم عقل. إذا هي الغاية من إراحة اللاعب حاتم عقل، وبالتالي أيضا تجديد حيوية الدفاع. إذا ركنية، إذا هنا أيضا هيثم الشبول، هيثم الشبول يخرج ويدخل أيضا مكانه اللاعب صام. إذا مباراة جميلة وأيضا مباراة ممتعة بالنسبة لفريق النادي الفيصلي، وكرة على طول داخل، الله الله يا مؤيد أبو كشك. ويعتمد الآن فريق النادي الفيصلي على الكرات المرتدة والسريعة في نفس الوقت، على سرعة المهاجمين مؤيد وسراج، وكرة داخل منطقة الجزاء، وخطرة خطرة، ولكن أيضا الدفاع لفريق الفيصلي يخرج، يخرج هذه الكرة من المنطقة الخطرة. نعود من جديد في هذه المحاولة، المحاولة الرائعة لأنس حجة، أنس حجة مباشرة بيحاول يمر وبيمر الكرة على طول في منتهى الروعة لمؤيد أبو كشك، ومؤيد أبو كشك والتسجيل والتسديد والتسجيل من جديد، لكن وين؟ تصطدم بالدفاع. ونعود من جديد إلى قصي، وقصي مرة ثانية إلى أنس حجة، أنس حجة، أنس حجة بمر، ولكن الكرة بعيدة. إذا بالفعل مكان مؤيد أبو كشك حتى تكون يعني فرصة هناك لمشاركة اللاعبين. اللاعب صاحب الهدف الأول في المباراة حتى الآن
وكرة على طول داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة عن حارس المرمى لفريق تامس والظهير مباشرة محمد ردهان. والكرة من جديد تتحول لمصلحة فريق نادي الفيصلي. حسون الشيخ بيحاول ولكن في خطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق النادي الفيصلي. أقل من 5 دقائق على نهاية المباراة. إذا بطاقة صفراء لنوح علم شاه وهي البطاقة الصفراء الثانية معنى ذلك الحمراء مباشرة. إذا الإقصاء في آخر حوالي 4 دقائق من زمن المباراة. فريق نادي تامبلت يلعب بعشرة لاعبين في آخر 4 دقائق بإقصاء اللاعب والمهاجم نوح علم شاه. على طول الكرة في التنفيذ لمصلحة اللاعب محمد خميس. محمد خميس بيرفع كرة داخل منطقة الجزاء ومحاولة كبيرة في هذه الزيادة العددية. وكنا ننتظر في ظل هذا اللعب وفي ظل هذا أيضا التفنن والتقدم أن يسجل 7 أهداف مرة ثانية لمصلحة فريق النادي الفيصلي. وعلى طول الكرة من جديد ونتحول. هذه محاربة داخل منطقة الجزاء. الله الله كيف تمر هذه الكرة. محاولة إلى أنس حجي وداخل منطقة الجزاء ولكن أيضا الخروج من منطقة الخطر بقطع الدفاع الناجح لفريق تامن. على طول في وسط الميدان مباشرة الكرة طويلة في الأمام ومحاولة لكن على طول بتحصلها محمد خميس الذي يتقدم فيها فريق النادي الفيصلي ب5 أهداف مقابل هدفين. وكرة في منتهى الخطورة لمصعد فريق النادي الفيصلي داخل منطقة الجزاء والمحاربة بيحاول يسدد وبيحاول يهيئ. والكرة من جديد إلى محمد خميس والتسديد من بعيد الضعيف وحارس المرمى ريزال. من جديد بتروح الكرة إلى المحارمة. محاولة إلى محمد خميس. بمر وبمرر في منتهى أيضا الذكاء لحسون الشيخ وبيعكس حسون الشيخ كرة داخل منطقة الجزاء قصي أبو علي. ومحمد خميس بيعكس كرة داخل منطقة الجزاء ومحاولة. الله الله على هذه المحاولة. ومرة ثانية الكرة في منتهى الخطورة لمصلحة تامس. على طول في هذا التمرير وفريق تامس يلعب ب10 لاعبين ومحاولة في التسديد ولكن أيضا الصد أجمل في هذا الدفاع الذي يتصدى دفاع فريق النادي الفيصلي اللي أيضا باتت صحوته مستمرة بعد الهدف الثاني الذي حققه فريق تامس في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول أو من أحداث المباراة. إذا صحوة كانت مستمرة وأيضا كان هناك ضغط وافر ليحقق الفوز الكبير ب5 أهداف مقابل 2 فريق النادي الفيصلي في هذا التألق وفي ظل هذا الموج الأزرق في استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء يؤكد جدارته على فريق تامن في اللقاء الرابع.